بعد كده بقى ومن غير كلام كتير، برضو واحنا لسه في محافظة الدقهلية، هنخش على ايه بقى؟ هندخل على مدينة الكردي. مدينة الكردي رحنا هناك اكتشفنا مطعم وهمي اسمه البريمو، وهو بريمو في كل حاجة حقيقي. من ساعة ما دخلنا وهم شغالين زي البريمو، اه والله ما شاء الله نمسك الخشب. المهم رحنا هناك وقعدنا وطلبنا اكل، والاكل جه زي ما كان في خيالي بالظبط. اول ما دخلت انا كان احساسي ان انا هاكل اكل حلو في المطعم ده، لان انا داخله وشايفه الوشوش المبهجه قدامي والاكل والذبايح، بصراحه الشكل كان جميل جدا، فاكيد الطعم هيبقى اجمل. كمان دايما بيبقى عندي ملحوظه في اي مطعم عن صاحب المكان لما بدخل واعمل لقاء معاه واتكلم معاه، حي صاحب المكان راجل طيب، واخد الاستاف كله زي ولاده، بياخد ارائهم في كل حاجه هو عايزها. انا كنت شايفاه وهو واقف ولممهم حواليه وبياخد رايهم، حقيقي الراجل ده يعني بجد يشكر، مش زي اي مدير بيتعامل مع الناس اللي شغالين عنده او شايف نفسه عليهم، لا هما زي ولاده زي اخواته، بيعاملهم معاملة كويسة جدا، ودي حاجة شدتني وخلتني اتأكد ليه البريمو فعلا ناجح في مجاله. انتوا هتيجوا معانا وهتشوفوا ايه اللي احنا عملناه هناك وايه اللي احنا شفناه هناك، انتوا كمان لازم تشوفوه عشان انا عايزاكم كلكم تروحوا مطعم البريمو. تعالوا يلا بينا نشوف التقرير. احنا بقالنا كلنا من زمان، يعني احنا بقالنا من 23 سنة، ده فرع جديد لسه لينا، كنا فرع قديم وده فرع جديد لسه لينا، فبنا نطور ونكبر يعني. يعني هي أسعارنا متناولة، العائلة الصغير رامي كبير، جميع الفئات وجميع المستويات يعني في متناول الجميع، وفي نفس الوقت جودتنا كويسة، شغلنا قدام الناس كل الناس عارفاه. هي ما بتكونش سندوتشات، هي طبقة متوسطة، في سندوتشات كفتة، في شباب، في مشاكل، ديني، فطار، كبدة، وفي طلبات زي ارتفاع مثلا ورصاص مسكنات وكلام من ده، كباب حلة، كوارع، طواجن. احنا بنشتغل لحمة مفرومة كالدوز بتتذبح هنا في السلفانة تبع كردي، وبتيجي بتتفرم وبتتجهز كل حاجة موجودة قدامك بتاعتك. وبنشتغل لحمة ضاني، هي الفرفان الضاني دي بتبقى مشوية كباب على البحر، دي تبع بتاعتنا. والفراخ بتاعتنا فراخ مزارع عادي بتتذبح وبتتاكل وبتشتغل على الأرض. أول حاجة طبعا جميع بيبقى لابس الكمامات بتاعته، بيبقى في يعني حتى لو في زحمة شغل بنحاول نحافظ على التباعد بين الناس. طبعا في تشطيبات تنظيف، يعني بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نظبط الدنيا عشان خاطر الكورونا، وربنا يعدها منا على خير يعني. محمود شحاته الرايق، هو السبب حضرتك السبب كله في جودة اللحمة اللي احنا بنجيبها، شغلنا كله فريش، شغلنا كله فريش تمام، وبنعتمد ان احنا مثلا اللحمات طازة، شغلنا كله بيتبع السلامة والأمان بالنسبة للوضع اللي كان هنا في مصر، بنجيب كلنا كله فريش بنتبل هنا على ايدينا، كلنا مثلا بنجيب من مزارع كويسة رفيقة. الأهم حاجة في المجال كله اللي هي جودة اللحمة، هي دي اللي بتميز مطعم الرايق، شغلنا كله بيعتمد على كده بس. انا مسؤول عن المشاوي، جهاز المشاوي اللي هو الجيبه، كل المشاوي عامه التجهيزات تمام. انا باجي الصبح طبعا مثلا انا في شفتين، ببقى الصبح مثلا جوه على الشوايه الصبح على المشي بره، طبعا انا الشفت بتاع بالليل بيجي بخش بمسك التجهيزات، اي حاجه ناقصه بخش طبعا بتبل، بقطع الكباب بتاع شغلنا كل يوم، تجهيزنا كل يوم، بحيث ان انا بخش الصبح او بعد العصر اقطع لحمتي، بعمل تتبيلتي، بعمل الكفته، بعمل الطرب، كل ده شغل يوم، بتجهيزنا كل يوم. يعني الشغل مثلا ممكن اقعد في العرض اقصى حاجه يوم او يومين، ده بالنسبه لده شغلنا كمان. انا محمد احمد عبد الحميد صاحب مطعم الكريم. انا والله انا شغال في المهنه دي بقالي 23 سنه، اتجهت للعمل الحر من حوالي 7 سنين، وانا شغال لوحدي كده وفتحت مطعم في الكردي، والحمد لله نجحت في نص البلد ووسعت وطورت نفسي، لسه كانت في اول البلد فرع كبير واوسع ومجال اكبر.